أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن من بيوتهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 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 ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم أنزله إليكم أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من وجدكم من وجدكم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى أُخْرَى فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى أخرى فسترضع له أخرى أخرى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله مما آتاه الله آتيه الله فلينفق مما آتيه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله آتاه الله آتاه الله آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا ما آتاها آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها آتيها آتاها آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكائن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكاهن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ذكرا الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء
إن قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إن علما يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وأن الله قد أحاط بكل شيء إن علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إن علما يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم